أمرك يا باشا، مع ألف سلامة. رأفت تهاني، عايزه كل حاجه مظبوطه، عايزاكم تقدموا الدرينكس بابتسامه حلوه قوي، عايزه بريزونس، عايزه كلاس، مش عايزه ولا غلطه. الف الف مبروك يا مدام معجب، لطفي بيضا راجل هايل، ربنا بقى يسعدكم ان شاء الله يا رب. عقبالكم انتوا كمان، قدامكم قد ايه؟ هانت الحمد لله من 3 لـ7 سنين كده ان شاء الله. اخيرا. حاجة غريبة، حد يسأل واحد داخل بيتهم يقول له أنت رايح فين؟ فيك الدنيا بتنطط في وشي، لو ما انكشحتش من هنا مش هيحصل لك. طيب أنا مش عارف ليه كل ما تشوف وشي تغلي في روحك كده. أنا مستنية ناس دلوقتي ومش عايزة حد يشوف وشك عندي، كفاية اللي حصل لي المرة اللي فاتت، اتفضل امشي من هنا. الله، أمشي وأسيب الناس اللي جاية بيتي؟ طب أرحب بيهم حتى، إحنا برضو ناس بتفهم في الأصول. يا رأفت! تهاني! يلا! طلعوه بره! محسن ده المفاجأة الحلوة دي يا فندم. ازيك يا تهاني؟ ازيك؟ لا 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 لا، معقولة؟ ده رب عيالي النهاردة يا باشا. ازيك يا رأفت؟ وازاي أمك؟ الحمد لله، كانت عاملة جمعية سيادتك عشان تجيب لنا الملايات بتاعت السرير وأكياس المخدات، جت تدفع القسط خسعت معاها يا باشا. طلعت متعسرة أخرى، وعملت إيه؟ أبداً، جت استلفت من أمي. يلا بره بره. طب ثانية واحدة، بره ثانية واحدة والنبي يا مدام، هتصور مع الباشا؟ امسك دي، صورني يا رأفت مع الباشا، الضحكة الحلوة بقى يا باشا. يلا امشي بره انت وهو. يلا والله عيال زي الفل، انا بحب العيال دي قوي. بصي، بالرغم من ظروفهم الاقتصادية الصعبة، شو بيحبوا بعض قد ايه، ربنا يسعدهم يا رب. بتيجي نعتذر للناس اللي جاية دول وناكل لقمة خفيفة وننام بدري. هو انت ما تعرفش ان انا مجنونة، ولما الجنونة بتركبني ما بشوفش قدامي. ايه بقى؟ ايه؟ لطفي لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. لطفي استنى يا لطفي. خلاص يا محسن باشا، خلاص يا مهجة هانم، اتحلت. ازاي؟ بعد دراسة الموقف لقينا ان مفيش حل غير الدمج. ايه؟ شركات سعادتك هتندمج مع شركات الهانم في اتحاد اقتصادي لتكوين جروب سميناه اتش ام جروب، شركات محسن الهنداوي ومهجة النشار العالمية للتجارة. انا مش ممكن اشارك الحيوان ده. استني بس، والدمج ده فائدته ايه؟ لما يحصل دمج بين شركة سعادتك وشركتها، البنك ممكن يديلك قرض يقوم الشركتين دول مع بعض، والقرض لن يقل عن 1,200,000,000. مليار ومتين. مليار ومتين. عملت دمج بين شركتك وشركة موجة النشار، وطلبت قرض من بنك الأمان، والبنك معصلك شوية، وانت جايلي دلوقتي علشان أزق لك القرض ده. اللهم صل على النبي. ايه ده يا باشا ده؟ مكشوف عنك الحجاب. احنا طبعا باستمرار بنحاول نقف جنب رجال الأعمال اللي بيحبوا بلدهم ونخليهم يقفوا على رجليهم تاني، بس انت موقفك حساس قوي يا هنداوي. هو بس في حاجة واحدة يعني عايز اقولها لسيادتك. حاجة دي؟ احنا معانا شريك تالت في الجروب. مين؟ بوبوس. يعني ايه 1,200,000,000؟ ما يفضلش منهم ولا مليم، كنا عملنا الشركة المهببة دي ليه؟ يا مهجة هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفة، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عمولة البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طب طب ودلع
جاي يقول لي انا اتغيرت عليه انا ازعل اولع ما هو كل ده عايز نرضي التكة فانا بنكة انا كان مالي ومال الغلب ده واحد متعسر ومديون بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه البيت ده بقى كله نكد انا ما بقيتش طايق اعيش فيه ما تسيبه يا اخي وتغور في 60 داهيه ارفع قضيه سب وقذف شوف بتقول له غور في 60 داهيه اطلب تعويض كبير يا هانم من فضلك اهدي شويه وبلاش توقعينا في الغلط دي ناس عايزه تجيب فلوس باي شكل طيب اسمع انا اللي هحسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي وانا شاري ايدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي طيب ما تاخد انت النص بتاعي واديني 12 مليون يا اخوانا الحل موجود حد يجي يشيل الليل على بعضها كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر الانفوشي ده هو راجل اعمال بجد عمره ما تعثر البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون يا سلام يعني في الثانيه 75 جنيه في الثانيه 75 جنيه يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا السلام عليكم اهلا 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 يا باشا مهجة هانم النشار دي فرصه سهيه اهلا وسهلا اهو في العصه دي عمل له ب 500 جنيه محسن هنداوي عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره اهلا مدام فنكوشي اهلا وسهلا انتوا متجوزين لا احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس معقول انا بص الواحده زي دي تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر تعالى احنا نقعد يلا اتفضلي اتفضلي يا هما قبل ما تتفرجوا على القصر على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش دي أوضة أوضة إيش حالة ما كنتش هتجوز في أوضة دي أوضة في بيتنا هي أوضة في بيتكو وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها هننام على البلاط بقى يا رفض ما السرير موجود والمرتبة موجودة طب ومولة السرير يا سلام جوازها هتبوظ عشان مولة السرير وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر وكل شويه ادفع عرافه تدفع عرافه طب في حد فيكم بيدفع حاجه الست مننا لما بتبقى وحيده نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص وحيده زي هانم يا رجاله عميت اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش واو في ايه عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن ما حصلش ما كنتش واخده بالي عيني انا ده ما حدش قالالي في حياتي ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص ما قلتليش بقى